السلام عليكم ورحمة الله. أسئلة الجديدة اتصالات الجزائر التي انطلقت أمس 18 أوت 2020، هذا التخفيض يأتي تقريبا كل عام. هذا التخفيض الماضي كان في شهر ديسمبر 2019. لتفعيل التخفيض يجب على الأقل دخل كارتات 50,000. الآن نأتي مع الأسعار. تدفق 8 ميجا يصبح 260,000 بدل من 360,000. أما مشتركي تدفق 4 ميجا سيلغى وسيلقون تلقائيا إلى تدفق 8 ميجا بسعر 260,000. تدفق 20 ميجا بسعر 154,000، من قبل كان 790,000. تدفق 100 ميجا بسعر 990,000، يعني مليون، من قبل كان 2,450,000. أنا القرعة اللي ما عجبنيش هو تدفق 2 ميجا، اللي نورمال ما كانوا يخلوه ولا ينحوه ولا ينقصوا له في السعر، ويخلوه تدفق 4 ميجا وينقصوا له السعر. هما نحوا تدفق 4 ميجا. لمزيد من الأخبار لا تنسوا زيارة موقعنا actudz.com، ولا تنسوا دعم القناة باللايك والاشتراك في القناة. شكرا لكم، سلام.